السلام عليكم. الحمد لله دوزنا اليوم مزيان، دوزنا الفيزيك. كان صراحه شي شويه صعيب، ولكن الحمد لله نتمنوا النتائج يكونوا مزيانه. والعشية عندنا لونغلي، حتى هي نتمنوا تكون مزيانه لونغلي، وان شاء الله تكون نتائج مفرحه. وهذا الشيء اللي كنتمنوا. كان صراحه شويه صعيب مقارنه مع العام الفايت، حيت كاين شي اسئله صراحه انا كاين شي اسئله ما جاوبتش عليها، وكاين شي اسئله جاوبت عليها وكما متاكداش، ولكن الحمد لله نتمنوا النتائج تكون مزيان. لا لا صراحه ما كانش الخلعه، الحمد لله كنت واثقه في راسي وبديت كنجاوب داكشي اللي عرفتو درتو، داكشي اللي ما عرفتوش ما درتوش، ونتمنوا النتيجه تكون مفرحه. كما شفنا الجهاوي، شفنا هادو كاملين اللي شفنا اصحاب الجهاوي دوزوا الفرد سهل، هو هذاك صافي طفر. حنا قلنا حنا غيتعاونوا معانا، والاخر فاش جينا لقينا وحطوا لينا واحد الوطني، وحق الله ما وطني هذا بالله، وعرفتي هذا ما وطني وحق الله، كيحطوا لك شي حاجه مع قاريه كاع بزاف، ودعيناهم الله. وراه الفيزيك اللي دوز الدار مع قريتها صافي، وانا خرشان ندير ما عندك ما دير، ضمننا بعدا 1.25. العام الجاي ما عرف دابا كنتسناو امتى غتخرج الاستدراكيه. اليوم دوزنا امتحان تاع الفيزيك في الصباح، والصراحة زعما على العموم في المتناول، ماشي صعيب وماشي سهل، خصك تكون مراجع بزاف وخدمتي بزاف ديال التمارين. الصراحة هو ديما في الوطني كيتحط مختلف شوية على داكشي اللي كتكون كتخدم في القسم وداكشي اللي كيخدم مع الأساتذة، يعني من الأحسن تكون مراجع الوطنية تقبل، باش فاش كتجي ما كتشوكاش، كتلقى الورقة زعما كتلقى داكشي فايت لك شفتيه، ماشي شي حاجة جديدة. فيزيك ما بيش صراحة. الامتحان كان صراحة أنا جاني شوية صعيب، الخلعة صراحة ما كانش الخلعة بزاف، شوية عادي حيت ديجا دوزنا الجهاوي، جانا عادي دابا ديجا جربنا هذيك المرة. كنتو مرتاحين زعما الامتحان هذاك الشيء اللي دوزتو في الفروض وديجا خدمتو عليه؟ عادي جانا عادي حيت ديجا دوزنا الجهاوي صافي، جينا مرتاحين. امتحان داز هو هذاك، كلشي مزيان، فيزيك سهل والله الا مات المزيان. هاك الشون راه عشيري تا هو راه دوز مزيان، الله يحفظك اودا الخوادري ان شاء الله يجيب. ايوا واخا هكاك خرجتو عنا الله يخرج عليكم، هادشي راه ما امتحان ما والو، الناس جايبه زيرو خارجه كارمه، كلشي تيموت وكلشي تيبكي على الدريات. الله يسمح لكم والله الا خرجتو على هادشي. السلام عليكم. المهم الحمد لله كان الامتحان في المتناول، والصراحه واخا صعيب شويه على ذاك العام، ولكن جاوبنا الحمد لله، والفضل كيرجع كامل للوالدين ديالنا، وهادشي علاش كنقراو كاع اقسم بالله هذا العام انا كنقرا للوالدين. تحيه لكاع الاساتذه والاطر اللي قراونا، وزعما الناس اللي عاونونا وساعدونا اننا نجاوبوا مزيان، الله ينجحنا. باقي تابعين امتحانات اخرين ان شاء الله ندوزهم بخير وعلى خير. تحيه لا فامي، تحيه للوالدين. صح والله خويا الا تقاتلوا معنا والدينا عرفتي وحق والله، ودا خويا ديري تقاتلوا معنا والدينا وحق الله. انا ماشي بقى في انا راسي انا هانيه والله، ولكن كتشوف واحد الحاجه الوالدين ديالك مقاتلين معاك راه لافه وحق ربي. عرفتي كنشوف بعض المرات كتلقى الوالده ديالك عرفتي كتفكر فيك اكثر من راسك اصاحبي، هادشي كامل بقات فيها الوالده وحق الله. وكنشكر كاع الوالدين، وكنشكر كاع دوك اللي تعاونوا معنا، السيده نافع عمر كلشي داكشي، والله يحفظكم. الحقيقة بكل مصداقية.